أما بالنسبة لأخبار المحافظات فخلينا نروح لمحافظة بورسعيد اللي تم بدء العمل فيها في إنشاء عدد من الطرق الداخلية بالمجمع الصناعي 3 يوليو. أما في البحر الأحمر فهناك عدد من القوافل العلاجية بدأت عملها في قرية أم الحويطات في سفاجة ضمن مشروع حياة كريمة. كمان في أسوان تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورصف طريقي كيما والسماد، وفي كفر الشيخ تم تمويل 23 مشروع لتوفير فرص عمل للشباب. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في بورسعيد تم بدء العمل في إنشاء الطرق الداخلية بالمجمع الصناعي 3 يوليو، وده ضمن أعمال إقامة مجمع الصناعات الثالث وخطة الإسراع في معدلات العمل. في البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة لإجراء الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج على أهالي قرية أم الحويطات بسفاجة، ومن المقرر أن تستمر فيها على مدار يومين بعد الانتهاء من إجراء الكشف الطبي على أهالي قرية حماطة وأبو غصون التابعة لمدينة مرسى علم. في أسوان أكدت المحافظة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقي كيما والسماد، وجار استكمال المرحلة الثانية، وده بمسافة طولية إجمالية 8 كيلو متر وبتكلفة 154 مليون جنيه بداية من ميدان الشلال حتى كوبري الشيخ عيسى بالجويزة. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن ومجلس قروي الفنت وتوابعه اعتباراً من الساعة 4 فجر اليوم الاثنين حتى الساعة 6 مساءً بنفس اليوم، وده بسبب أعمال الصيانة. في كفر الشيخ تم تمويل مشروعات الشباب بتكلفة بلغت 6 مليون جنيه لتوفير 57 فرصة عمل من خلال برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، وبلغ إجمالي المشروعات المنفذة 23 مشروع خلال يناير الماضي. في البحيرة شهدت المحافظة تنظيم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية فزارة وتوابعها، وتم خلال القافلة الطبية الكشف الطبي على 1230 مواطن بمختلف التخصصات وصرف العلاج اللازم بالمجان. في الإسماعيلية أعلنت المحافظة التنسيق مع شركات الغاز للبدء في توصيل خطوط الغاز الطبيعي لمنطقة الكيلو 2 بالكامل وتيسير الإجراءات للمواطنين اللي بتنطبق منازلهم على معايير واشتراطات البناء المعماري الجيد، ده بالإضافة لمتابعة توصيل مشروع الصرف الصحي للمنازل بالتزامن مع انتهاء مشروع تجفيف المياه الجوفية.